الصداقة تعتبر من أروع العلاقات الإنسانية ومن أجمل وأسمى أنواع الحب والمودة والتآلف بين الناس. بيشعر الإنسان وهو قاعد مع الصاحب المفضل ليه أنه قاعد بيتكلم مع نفسه من غير أي حواجز أو أي قيود. الأصحاب بيعتبروا روح الحياة وهم دايما مع بعض في جميع الأحوال والظروف، سواء كانت الظروف دي مش كويسة أو ظروف كويسة. الصاحب اللي بجد ما بيستناش من صاحبه مصلحة ولا حتى مقابل. وكمان الصحبة دي بتكون مبنية على الحب والتضحية، وأنواع الصحاب في أيامنا دي مختلفين جدا. يلا بينا علشان نشوف الأصحاب دي، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. ويلا الجمال ده بجد، البدل عليك حاجة وهم. أنا ما شفتش حد بيلبس الصراحة زيك بجد، أنا فخور إني صاحبك. يعني معلش يا صاحبي، والله انا كنت محروق منك بس كده في مصلحه، بس انت اخويا يعني هطلب منك عادي. انا كنت محتاج بس العربيه بتاعتك يعني اسبوع كده، ان شاء الله هرجع لك وما تقلقش، ان شاء الله مش هتاخر عليك كده وهجيبها لك بسرعه ان شاء الله، عشان عندي طلعه بس مع اصحابي. حبيبي ما تزعلش نفسك خالص، 5000 هم هات بيهم موبايل بدل اللي باظ، وما تضايقش نفسك خالص، والله دي حاجه بسيطه مني ليك، ودول مش مقامك ولا يعني حاجه بسيطه خالص يعني، ولا كأني جبت لك اي حاجه. يا عم اسمع مني، اسمعني بس، اسمعني، انت اللي غلطان. ايه يعني لما ينادوا على رقمك في البنك واللي وراك هو اللي يخش يقف في الشباك؟ الدنيا ما وقفتش يعني، مشي حالك وقف في اول الطابور من اوله للتاني، اسحب رقم جديد. لكن انت كل تفكيرك غلط في غلط. عارف بقول لك، بص شايف البنت اللي ماشيه هناك دي؟ انا خد بالك اعرفها، مش اعرفها هي بس، لا اعرفها هي وبنت خالتها وبنت عمتها وبنت خالها واختها وعمتها وخالتها وصاحبتها وجارتها اللي في الدور اللي فوق وجارتها اللي فوق تحت. خد بالك البنت دي ما تعرفش بنت خالتهم غير لما انا ابقى عارفها. خد بالك. ايوه زي ما بقول لك بالظبط، انا لما كنت واقف مع اخويا في المول والعيال دي جم وشتموه، انا ما سكتش، رحت مكور كره نار كده صغيره ورحت جاي اخرجها فيهم، وقعت 6 انفار من 4 يعني، 6 مش متذكر الصراحه عشان هم كانوا كتير وقعوا كلهم. فلما وقعوا بقى فبيراجعوا الكاميرات لقوا كره النار، اتوهموا. بقول لك حاجه خيال، انا مش مصدق ان انا عملت كده ازاي، والقوه دي خرجت فجاه ازاي مني، انا مش عارف الصراحه. اللي عايز اقوله لك ان الطريقة المتبعة في تلك المناطق من العمل هي الطريقة الفسلوفاجية من المنحدرات العليا الافقية والرأسمالية المختلفة في شتى الجوانب الهنا والهناك الخاصة بالعمل الموجود واللي احنا بندرسه خلال الفترة اللي احنا مش فاهمينها دي. بقول لك انا مش هسكت له يا عم، ما تفورنيش ده عيل ابني، ولو هشوفه مش هسكت له، انا هموته يعني، عشان ده هو وعيل ابن مش بس ماشي. ايه ده معقوله؟ هو والله شكله ميدو اللي بيتضرب هناك ده، ميدو. يلا، ايه ده هارينو ضرب. انا لازم اخلع بقى قبل ما ايه يعرفوا ان انا صاحبه ويجوا يكملوا عليا انا كمان. يلا السلام عليكم، طير انا بقى. بص يعني انا هنصحك علشان انت حبيبي، انا عارف ان شغل شركة البترول اللي جالك ده حاجة كويسة وبتاع، بس هتعمل ايه بالفلوس؟ اكيد هتصرفها في الحرام. انا بنصحك خد بالك عشان انت حبيبي، حبيبي قوي، حبيبي قوي 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 يعني، ف يعني انا مش حابب ان انت تصرف الفلوس في الحرام وهتحاسب عليها في الاخرة، فليه حرام؟ قشطة يا جماعة، الرحلة دي انا راشق معاكم كده، يلا بينا. ويعني اي حد فيكم يدفع لي يعني هم 2000 جنيه مش قصة يعني، واول ما نرجع من الرحلة ان شاء الله يعدي سنة سنتين اقبض الجمعية اديها لكم، مش حوار يعني، اهم حاجة نتبسط ويلا بينا. يا جماعة ما هو بالعقل يعني، بالعقل ليه ادفع 30 جنيه في سندوتش شاورما لما ممكن اكمل عليهم واجيب فرخة كاملة بالكبد والقوانص بتاعتهم؟ ها ليه؟ ايه ده يا حسام؟ ايه يا حسام؟ في ايه معاك يا حبيبي؟ الو يا حسام، ليه يا حبيبي؟ والله الرخصه اتسحبت؟ لا 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 ما تشغلش بالك. انت فين؟ روحت
مفيش مشكلة حبيبي، 10 دقايق بالظبط على ايدك، هي ال 10 دلوقتي، 10 دقايق بالظبط حبيبي، وهتلاقي واحد بيخبط عليك. ها؟ نفس المرة اللي فاتت. ايوه هجيبها لك لغاية البيت ما تقلقش حبيبي حبيبي حبيبي. لا 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 مفيش مشكلة، ولا تعب ولا حاجة حبيبي، ما تشغلش بالك حبيبي، مع السلامة. سلام. احنا وقعنا مع هواه ولا ايه؟ مكلم كده بقى محمد بيه. يا حمو بيه عامل ايه؟ تمام. والله رخصت كده بس، ابن خالتي كان راكب كده حبيبي، مع السلام. هو بتاع المرة اللي فاتت حبيب قلبي، مع السلام. سلام. الإنسان لما بيختلط بالناس وبيتعامل معاهم بيعرف إيه مدى صحة آرائه وأفكاره وحتى أخلاقه، لأن الأصحاب بيعتبروا مراية لكل تصرفاتنا، والواحد فينا لما بيبص للمراية بيعرف قد إيه هو حلو أو وحش. علشان كده من باب أولى لازم نركز جدا في اختيار الصاحب اللي يتقال على صحبته الصحبة الصالحة، اللي بيكشف من خلال الصحبة دي عيوب نفسه وأخطائها، وبكده يتبقى نوع واحد بس هو اللي احنا عايزينه في الحلقة، واللي بيجمع ايجابيات الناس اللي فاتت دي كلها وسلبياتهم بيرميها بعيد عن علاقته باصدقائه. يعتبر الصاحب او الصديق الوفي من اهم صفاته انه متدين واخلاقه عالية جدا، وكمان صفاته حميدة، عاقل ورزين جدا في كل تصرفاته، نشيط جدا ومجتهد وبيعين صاحبه في كل الامور، ملهم وذكي وبيساعدك في تطوير نفسك دايما. الصاحب اللي بجد اللي بيقدم لنفسه هو اعذار لاخطائك انت علشان بيحبك انت وحابب انه يكمل علاقته معاك، الصاحب اللي لما تشوفه يعلي الادرينالين عندك ويخليك باقل كلمة منه ولغة جسد تبني وتعمر وتفكر وتحلم، صادق ومخلص ونقده دايما بناء وكل كلامه معاك ايجابي ونفسه يشوفك دايما في احسن حال. الخلاصة الصاحب اللي بجد هو اللي يفرح لنجاحك من كل قلبه حتى لو هو فقد القدرة في تنفيذ نجاحاته الشخصية. ما تنسوش تحكونا تحت في التعليقات اصحابكم من الانواع اللي احنا ذكرناها، ولا في انواع تانية اغرب منهم احنا ما قلناهاش. وكالعادة يا أصحابي أنا طولت عليكم المرة دي، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.